الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي، مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا التمرين الثاني والتمرين الثالث من تمارين درس مباهرة فيثاغورس. التمرين الأول شفنا فيه العلاقات المترية. إذا نبدأ بالتمرين جوج ليكون إف جي مثلث قائم الزاوية في إف بحيث إف جي تساوي 1.5 إف جي تساوي 0.8. حدد إف. كيفاش غنحسبوا إف؟ يعني كتبت هنا مباراة فيثاغورس باش يبان لكم مشان شنو غنستعملو. شفنا في مباراة فيثاغورس جوج ديال الخاصيات، المباشرة والعكسية. المباشرة لحساب الأطوال والعكسية لإثبات التعامد. يعني فاش كنشوفو أحسب طول ضلع أو لا حدد طول ضلع، نيشان كنفكرو في مباراة فيثاغورس المباشرة. إلا عندنا بين أن المثلث قائم الزاوية ولا هل المثلث قائم الزاوية، كنفكرو في مباراة فيثاغورس العكسية. إذا هنايا لا في التمرين الأول لا في التمرين الثاني عندنا غير أحسب، يعني غنستعملو مباراة فيثاغورس المباشرة، يعني الخاصية الأولى. إذا هنا غنرسم واحد المثلث إف جي قائم الزاوية في إف، مثلث فقط يكون تقريبي باش يبان لنا شنو كنديرو. قائم الزاوية في إف، إذا إف أو شحال عطاونا في إف أو هي اللي بغينا نحسبو، جي شكون اللي كبير، واش إف جي ولا أو جي؟ إف جي شحال فيها؟ 0.8، هي هاديك نخلوها هكا 0.8. هنا 1.5، والسؤال احسب او اف. اذا شنو غنستعملو؟ غنستعملو مباراة فيثاغورس المباشرة. هنا ما غاديش ندير طايف في الحل، غنشرح لكم شنو غنديرو. شنو كنديرو باش نجاوب باش نحسبو او اف؟ نقولو بعدا لدينا المثلث او اف جي قائم الزاوية في اف، لان الشرط الاساسي باش نطبقو هاد الخاصية ديال فيثاغورس خص يكون المثلث قائم الزاوية. يعني كتبدا لدينا المثلث او اف جي قائم الزاوية في اف، اذا غيكون الوتر هو او جي. وغتزيد ليه اذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا شنو؟ لدينا الوتر اس اثنان، هذه هي الخاصية دائما، الوتر اس اثنان كيساوي هذا اس اثنان زائد هذا اس اثنان، او اف اس اثنان زائد اف جي اس اثنان. وتفادوا واحد القضية، راه كاين شحال من واحد كيفهمها بهذه الطريقة، داك اللي عطاونا نحسبوه هو اللي كيسبقو اس اثنان يساوي، لا الوتر اس اثنان، ماشي بغيت نحسب او اف غنجيني او اف اس اثنان كيساوي، لا ماشي هذا اس اثنان يساوي. تفادوا هذا الخطا، دائما الوتر اس اثنان كيساوي من بعد اللعب على المتساوي كيف ما كنديرو في المعادلات. رد هذا هنا، جيب هذا هنا حتى لقاو داك المطلوب في السؤال. بغينا او اف، ها او اف فين كاين؟ طبقنا نيشان خاصية، الوتر اس اثنان كيساوي هذا اس اثنان زائد هذا اس اثنان. شنو بغينا؟ بغينا او اف، غنردو اف جي للطرف الاخر، كانت هنا زائد غتولي ناقص، يعني غتعطيني او جي اس اثنان ناقص اف جي اس اثنان راه كتساوي او اف اس اثنان. ونعوض او جي بالقيمة ديالها، فين هي؟ او جي 1.5 ناقص 0.8 تساوي او اف اس اثنان. 1.5 اس اثنان هي 1.5 في 1.5 هي 2.25، ناقص 0.8 في 0.8 هي 0.64 كتساوي او اف اس اثنان. نحسبوا هذا الفرق ونشوفوا شحال غتعطينا او اف اس اثنان. نحسبوا 2.25 ناقص 0.64، يعني 1.61. إذا غيعطينا الفرق 1.61، 1.61 كتساوي أو إف أس اثنان. ممكن نقلبوهم باش نقادوها، هادي كتساوي أو إف أس اثنان، يعني أو إف أس اثنان كتساوي هادي، يعني ممكن نبدا بها أو إف أس اثنان راه بحال بحال كتساوي 1.61. بغينا أو إف، بغينا هادي، شنو كنديرو؟ كندخلو الجدر للطرفين. إلا دخلنا هنا الجدر غيمشي الجدر مع الأس، غتبقى إف كتساوي جدر 1.61. إذا أو إف تساوي داكشي اللي غتعطينا القيمة ديال هاد الجدر، هي اللي غنكتبو هنايا، غتعطيكم تقريبا 1.2 وشي حاجة، المهم الفاصلة غير منتهية. هادي هي القيمة ديال أو إف. إذا حنا جاوبنا على السؤال أو إف. ندوزو للتمرين ثلاثة، ليكون أب بي سي مثلثا قائم الزاوية في أ بحيث أب بي فيها 4 أسي فيها 2، سؤال أحسب بي سي.
انا نرسم عاوتاني واحد المثلث باش نعرف اش كندير. واحد المثلث قائم الزوايا في ا بي سي. شحال عطوني اصغر قيمه هي ا سين؟ قلب هادو ندير هنايا سي وندير هنايا بي حيت عندي هنايا غير جوج وهنايا اربعه. السؤال احسب بي سي. مثلث قائم الزاويه في ا، مثلث قائم الزاويه في ا، يعني الوتر هو بي سي. شنو نقول دائما؟ لدينا المثلث ا بي سي قائم الزاويه في ا، هذا الشرط ضروري منه. اذا حسب مراهنات فيثاغورس المباشره لدينا الوتر اس 2 بي سي اس 2 يساوي هذا الضلع اس 2 ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2. هنا ما غنحولوا لا هذا هنا لا هذا هنا، علاش؟ حيت هذا النيت اللي بغينا نحسبه هو الوتر، هو بي سي. بغينا بي سي، راه عندنا بي سي وسينان كتساوي ا بي وسينان زائد ا سي وسينان، يعني يكفي نعوضو. شحال عطاونا في ا بي؟ 4. دونك بي سي وسينان راه كتساوي 4 وسينان، زائد شحال عطاونا في ا سي؟ 2، يعني 2 اس 2. اذا بي سي وسينان تساوي هنايا 4 اس 2 هي 16. شحال من واحد كيدير 4 في 2 8؟ لا، 4 اس 2 راه كتعني 4 في 4. هاد الاس كيعني الجداء ديال هاد العدد مرتين، زائد 2 اس 2 هي 2 في 2، يعني الجداء ديال هاد العدد مرتين، دونك هي 4. اذا بي سي اس 2 تعطينا 20. كيف ما درنا في الاولى، ندخلوا الجدر هنا، غنمشي الجدر مع الاس غتبقى بي سي، وندخلوا الجدر هنا هي جدر 10، اللي غتساوي تقريبا 4.4 والفاصلة غير منتهية. هذا الشيء يعني تقريبا جدر 20 غتعطينا تقريبا 4.4 والفاصلة غير منتهية. يعني الشيء كاين في هذا التمارين. موعدنا فيديوهات أخرى إن شاء الله لتتمة هذه التمارين. غنشوفوا تمارين في مبرهنات فيثاغورس العكسية. أعانكم الله.